عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن أميل تونيزيان. شحويلكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. الحقيقة حبيت نقولكم كلمة قبل ما نبدأ نعطيكم الغوصات نتاع اليوم. شكرا لكم الناس الكل، شكرا على تعليقاتكم، شكرا على تواصلكم، شكرا للناس هذا كيف كيف على الانستغرام، شكرا برشا. يعطيكم الصحة على كلامكم، يعطيكم الصحة على الوصفات اللي قاعدة تعجب فيكم، وديما تشكروا لأنها وصفات بسيطة واقتصادية. بالحق كلامكم على راسي، وهذاك هو البيوت نتاع صدقوني، انه ما عندي حتى ربح منها القناه صدقوني، وقداش ما نهبط على المنتدى، ولكن حب اني نتواصل مع الناس، وحب اني انا ان نقدم حاجه بسيطه. هذيك هي نبدا فرحانه بها كي تنجح لي انا الوصفات نتاعي ونشاركهم مع الناس بطريقه بسيطه واقتصاديه. هذيك هو انا الحاجه اللي تفرحني والحاجه اللي تخليني مرتاحه نفسيا. فوالا، انا هذيك معناها وصفاتي هي تعكس طبيعتي. انا انسانه بسيطه، نحب ديما البساطة، ونحب ديما حاجة اقتصادية وبسيطة، لأن الناس الكل، مش الناس الكل عندها الإمكانيات باش تشري، مش الناس الكل عندها معناها إمكانيات باش يحط لك كيلو وزوز كيلو وثلاثة كيلو لوز في وصفة. دونك جو كخوا با، فوالا هذيا بارونتيز. دونك الوصفة نتاعنا نتاع اليوم باش نعملو البسبوسة، باش نعملوها من غير عظم، سهلة كيما العادة وبسيطة، فوالا، لكنها بنينة راهو. مش معناها بسيطة ماهيش بنينة، دونك بنينة، فوالا. دونك أنا باش ناخذ الكيس، أول حاجة ديما هذاك هو الكيس نتاعي المرافق المساند الرسمي المطبخ المتونسية، هو الكيس هذايا اللي فيه 100 مليليتر. باش ناخذوا السميد الأرطب، فوالا السميد متوفر. دونك الأرطب أنا راهو هذايا حتى كان ما لقيتش معناها البكويت، لقيت صبة، ولكن راني جربته في الخبز وجربته راهو طحفون، زاد به معناها الصبة اللي هو أون فغاك تنجموا تشريوه. دونك هذا باش ناخذو كيس، باش ناخذو كيس سامحوني، زوز كيسين ونص ما يعادل 250 غرام. فوالا، دونك باش ناخذو زادا كيف كيف السكر حسب الذوق. ديما نقول لكم هو ماذا بينا الحقيقه بانقص سكر، خاطر عندنا السيغو نتاعها من بعد. دونك هذا هوني خديت قرابه 60 غرام سكر. وبالنسبه للزيت كيف كيف، باش ناخذو 60 مليليتر زيت. فوالا، انا عندي حبيت هوني نحط الزيت النباتي، انتوما تنجموا تحطوا الزيت اللي تحبوا عليه. فوالا، دونك انا توا هوني باش نبسس، سامحوني. ديما حاجه كيف ما هكا تبدا للسهريه باهيه ونظيفه وفيسح فيسح راهو، صدقوني بالحق. صد كي نقول لكم معناها راهو ساعات نطيب في العشاء ونعمل معناها حاجتين، معناها راهو فيسح فيسح، معناها ما تتقلقوش، فيسح فيسح نجمو نعملوها. المهم يكون عندنا الشحور طيب. الشحور نخليكم رابط في صندوق الوصف، لانكم انتوما طلبتوا انه الشحور يكون في وصفه وحده. هذاك هو الشحور نتاعي. دونك توا بعد هوني باش نخليوها ربع ساعة 14، وبعد نرجع نكمل الوصفة. المهم برشا انه يشرب معناها السميد والسكر وتخلط بالباهي مع الزيت. فوالا، هذه احسن ايطاب باش تنجح لكم البسبوسة نتاعكم. فوالا فوالا، رجعنا بعد 4 دراج بالضبط. انا خليتهم كيما قلت لكم يلزمها معناها يلزم معناها كيما نقولوا احنا يشرب بطبيعة الحال الزيت السميد نتاعنا. السميد راهو ارطب، دونك كيما حطينا معناها 250 غرام، وحطينا كيف كيف السكر حسب الذوق. انا حطيت الحقيقه 50 غرام يزي، وحطيت زاده كيف كيف الزيت كيما قلت لكم، دونك باش ما يجيش برشا حلوه خاطر عندنا السيغو. بالنسبه هوني للحليب، باش ناخذ هوني كاس بيت الحاب، باش ناخذ هوني الحليب، ناخذ كاس ونص حليب، باش نضيف توا نص كاس حليب. فوالا، باش نضيف هوني سكر فاني، تنجمو تستغنيو عليه، سكر فاني مش ضروري. ناخدو هوني 3 مغارف الكوك، وإلا نواد كوكو طحفون برشا وبنين برشا. هاكل الطريقة اللي احنا ارتحنا معناها بها هاذيكا باهية، بعد تساعدنا باش نلقاو ريزولتا طحفونة. دونك انا عندي هوني زاد اختياري، هوني عندي معناها اورانج، باش نعمل هكا شويه اكاو، كما عندكم تنجمو تعوضوا بالليمون. فوالا، عندنا هوني بطبيعه الحال نصف كيس نتاع تاي، هذايا تاي كي ترابلسي، ولا تنجمو تاخذوا 3 مغارف كبار نتاع اكل. ناخذوا
الماء زهر، وعندنا هوني كيس خميرة اللي فيها 10 غرامات خميرة حلويات مش خميرة خبز. ولا خلطوا المكونات متاعنا بالباهي، مهمة برشا هكا، أحسن حاجة باليد، ما نخدموش معناها بالباتور ولا حاجة، هكا باليد خير. ناخذ الطبق نتاعي هذا نتاع نقولوا احنا الطاخت المول هذايا، دهنته انا هوني بالزبده، وتوا بطبيعه الحال باش نحط الفور بطبيعه الحال حطيناه يخدم ديما من قبل الفور، وقت نبداو نخلطوا ديما الفور نتاعنا 180 درجه يكون سخون. هلا نحاول نوزعوا هكا بشويه، ولا نزيدها هكا باش ولا هوني بطبيعة الحال انا هوني مزيت ما قشرتها مش قلت تباعا. عندنا هوني اللوز انا حطيته هكا شويه باش نحي القشره نتاعو باش نزين به، كان معناها ما عندكمش تنجموا تختاروا حاجه اخرى معناها كيما تحبوا انتم. فوالا انا خاطر بكري قلت باش نقشرها تلهيت معناها الكل. فوالا توا بطبيعة الحال باش ناخذوا السكينه نتاعنا دونك فوالا باش ناخذوا هوني جوست هكا تصور واضح ولا ولا البسبوسه نتاعنا دونك جاهزه، ندخلوها توا للفور ومن بعد نرجعوا باش نكملوا نشحروها بطبيعه الحال ونوريكم كيفاش طابت معانا. يلا اتو تلاخ. ولا خرجنا البسبوسه نتاعنا انا تقريبا 25 دقيقه معناها باش طابت كيما تشوفوا. دونك توا باش ناخذوا الشحور بطبيعه الحال، البسبوسه سخونه شحور بارد فوالا هذاك هو الشحور اللي انا ديما مستانسه به. فوالا باش نسقيو البسبوسه نتاعنا بعد نطفيو بطبيعه الحال الفور. توا كيما قلت لكم نخليكم رابط الشحور في صندوق الوصف، طفيو الفور ونرجعوا البسبوسه لداخل معناها في الفور حتى لين تشرب الشحور نتاعها. معناها اهم حاجه كيما قلت لكم ولا البسبوسه نتاعنا دونك خليناها لي تبرد تشرب بطبيعه الحال الشحور نتاعها. وبكري معناها احنا الطريقه اللي عملناها معناها هكا باش نقسموا كل هذيك هي توا مش نعاودوا كيف كيف عليها ونخرج ان شاء الله الكعبه ونوريه لكم بطبيعه الحال. دونك معرك علاش مهم انه احنا قبل ما ندخلوها للفور نعملوا التحريفه هذيك باش من بعد يتسهل يولي ساهل معناها. فوالا ننصحكم تجربوها ياسر بنينه بالحق ياسر ياسر بنينه. فوالا دونك توا قاعدة نقص ان شاء الله يكون هكا.